مرحبا بكم من جديد مستمعينا الافاضل، وصلنا لاخر فقره صباحيه ضمن هذا اللقاء. صباح الخير من وجده، كما قلت لكم نستضيف الاستاذ الحسين قدري للحديث عن تجربه جديده، تجربه او مبادره بطبيعه الحال هي قيمه خاصه لتلاميذ البكالوريا، واكيد ان التجربه ستعمم على باقي المستويات، وهي تقديم او انشاء موقع الكتروني يقدم الدروس. بطبيعه الحال نعلم جيدا بان اليوم الشباب متعلق اكثر بالمجال الانترنت، وبالتالي فان تقريب الدروس والمفاهيم المعرفيه والاكاديميه اليهم عن طريق الانترنت هي مبادره ورهان. رهان اكد عليه سي قدري حسين خلال الموقع الالكتروني الدروس. سي حسين صباح الخير، مرحبا بك معنا. صباح الخير استاذي الكريم وشكرا على الاستضافه. مرحبا. اذا مبادره موقع الكتروني الدروس، طبيعة الحال هناك مجموعة من المرتكزات دخلتكم لكم تفكروا في إنشاء الموقع سي حسين. طبعا كما تعلمون جيدا أن عالم الانترنت هو عالم ثري وغني، وعالم يزخر بالمواقع، وهذه المواقع فيها ما هو صالح وما هو طالح. ثم أن الآن الإشكال مطروح على المستوى ليس الوطني وإنما على المستوى العالمي، هو كيف يمكن استغلال الانترنت استغلالا إيجابيا. نحن دائما كنا نفكر في أن نستقطب الشباب إلى مواقع هادفة وإلى مواقع ذات نفع، بالتالي فكرنا في إنشاء يعني موقع. وأن هذا الموقع بحكم أنني اشتغلت أستاذ وبحكم معايشتي للعديد من الصعوبات التي أو بالتالي من العديد من المشاكل التي يعيشها شبابنا اليوم على المواقع، فكرنا في إنشاء موقع نستقطب من خلاله أولا الشباب، وبالخصوص فئة معينة هي فئة التلاميذ. فكانت بطبيعة الحال التجربة هي إنشاء موقع خاص بالدروس، وبالتالي أننا نقوم بتسجيل الدروس بالصوت والصورة، وبالتالي كما يمر الدرس داخل الفصل فإننا نسجله، وبالتالي فإننا نقوم بإذاعته عبر هذا الموقع الدروس، وبالتالي فإن يكون التلميذ بطبيعة الحال متشبث بمتابعة الدروس، وأيضا عدم الاستغناء عن مجال الانترنت. بطبيعة الحال لأن الآن بالنسبة للشباب أي مشروع أو أي عمل ينبغي الآن أن نوصله للشباب ينبغي أن يمر عبر شبكة العنكبوتية، لأن الآن بحكم العلاقة الوطيدة بين شبابنا والإنترنت الآن أي مسج أو أي رسالة ينبغي أن نوجهها للشباب ينبغي أن تمر عبر هذه الشبكة. فلذلك ارتأينا نحن بأن في عملية التدريس أو في عملية التعليم ينبغي أن نستغل هذه الشبكة العنكبوتية، وبالتالي ارتأينا على أن ننشئ هذا الموقع. لماذا؟ لأنه بطبيعة الحال بحكم الارتباط ليس اليومي وإن الارتباط اللحظي، يعني أن الآن التقنيات المعاصرة ليس الحاسوب فقط وإنما الآن اللوحات الإلكترونية الهواتف الذكية الآن أصبح لها ارتباط أو ربط مباشر، أصبح الشاب دائما يعني الحاضر في مواقع إلكترونية وحاضر في شبكة العنكبوتية. إذا فمن هنا نحن ارتأينا على أن نقوم بتسجيل بتقديم الدروس للتلاميذ بهذه الطريقة. التجربة بحكم أن هذه المواقع الآن هي مواقع حديثة العهد على المستوى العالمي وليس على المستوى، وربما أننا نحن في المغرب من بين السباقين لها رغم وجود بعض المواقع في المجال. ظهرت هذه التجربة في الهند لنتبين كيف أن هذه التجربة التي تتعلق ببث دروس للتلاميذ عبر الشبكة العنكبوتية بدأت بالهند مع أحد المعلمين أو الأساتذة هو سليمان خان، كان يدرس لابن أخيه يعني لساعات معينة، ثم بعد ذلك ارتأى أن يسجل هذه الساعات التي يدرس ابن أخيه ثم بثها بموقع إلكتروني، فلقي هذا الموقع إقبالا كبيرا ليوسع من الموقع حتى أصبح الموقع يسمى أكاديمية خان.
يا سلام. وبالتالي في هذه المبادرة الدروس أكيد أنها تتطور. الآن ما تقتصر السي حسين على فقط على تلاميذ سنة البكالوريا، هناك تقديم جميع المواد ديال البكالوريا أم اقتصرتم على بعض المواد؟ طبعا الحال الإشكال بالنسبة لكل العائلات وبالنسبة لكل التلاميذ الهاجس الكبير هو امتحان البكالوريا، بحكم أن امتحان البكالوريا أو النجاح في البكالوريا أو معدل البكالوريا هو الذي يحدد مستقبل التلميذ، خصوصا فيما يتعلق بالمدارس العليا أو كليات ذات الاستقطاب المحدود، بأنها الآن تقوم بعملية انتقاء، فأصبحت العتبة ترتفع سنة بعد سنة حتى المعدلات الآن، أو بالتالي أن التلميذ الذي ينال البكالوريا بمعدل متوسط أو معدل يعني أصبحت حدوده ضئيلة جدا. فلتحقيق تكافؤ الفرص أيضا ليس بطبيعة الحال كل التلاميذ يستطيعون المراجعة سواء خارج الساعات يعني العادية، فارتئينا نحن على أن نحقق نوعا من تكافؤ الفرص من جهة، ومن جهة أخرى هدفنا الأساسي هو أن نقدم خدمة خدمة عمومية مجانا، خدمة لشبابنا وخدمة لوطننا مجانا بطبيعة الحال، بحكم أنني كنت أستاذ وبطبيعة الحال كنت أشعر خلال قيام عملية التدريس بأنني أقدم خدمة معينة للتلاميذ فيما يتعلق بالتدريس، ولكن عندما تقاعدت تبين بأن الأمور أو شاكت أن يعني أن هناك إلجام وأن هناك حدود لتقديم هذه الخدمات، وبحكم ارتباطي بالتربية والتعليم فكرت في إنشاء بطبيعة الحال هذا الموقع edoros.com لتقديم الاستمرار لتقديم هذه الخدمات للتلاميذ، وكانت البداية صعبة. وهذا من الذي لأن بداية الأمور هي صعبة، كانت البداية صعبة جدا خصوصا فيما يتعلق بالتسجيل، التسجيل بالصوت والصورة، ربما هناك أساتذة قلال اللي كيبغيو أنهم يسجلوا تماما، لأن من الصعب جدا للأستاذ أن يتعامل أو أن يلقي الدرس أمام الكاميرا. فبدأت التجربة هنا بهذا الشكل مع أستاذ واحد هو الذي تطوع بشكل تلقائي، أستاذ المادة مادة العلوم تطوع بشكل تلقائي. وبهذه المناسبة أشكره وأشكر جميع الأستاذ بالوالي أحمد بتحية عموما الذي تطوع بشكل تلقائي، ثم بعد ذلك تطوع الأستاذ الكحل في الفيزياء، ثم بعد ذلك تطوع أساتذة أستاذ ميموني بثانوية عمر بن عبد العزيز أستاذ سيف الإسلام الدين، ثم بعد ذلك صار الأساتذة تطوع مجرد ما أدركوا بأن التجربة انطلقت وشاهدوا يعني كيفية بث هذه الدروس بالموقع edoros.com، إذن صار بعد ذلك يعني الهاجس الذي كان لديهم وذلك التحفظ يعني أنه انتفى وصرنا نسجل بعد ذلك بطريقة نعم. الآن اللي يبغى أنه يكتشف ورجع الدروس ديالو بالسنة البكالوريا شعبة العلوم أو جميع الشعب دينهم السي حسين، الآن بطبيعة الحال هناك دروس يعني كان جميع الشعب، ولكن ركزنا في بداية الأمر على الشعبة العلمية، العلوم الرياضية، العلوم الحياة والأرض، جميع المواد ديال الشعب موجودة، جميع مواد الشعب العلمية الرياضيات الفيزياء والعلوم الطبيعية، بالإضافة إلى بعض الدروس في الإنجليزية ثم بعض الدروس في الفلسفة، ونعمل تدريجيا على تعميم كل الدروس التي يجتازها التلميذ في امتحان وطني، أن كل الدروس ستسجل بصوت وصورة وكما يلقى الدرس داخل الفصل، وبالتالي كنا التلميذ استطاع أنه يراجع الدرس مرات متكررة سواء كان في المنزل في المقهى رفقة أصدقائه، وهذه يعني هي فرصة لكي يستعد التلميذ للامتحانات. أستاذ اللوي ينبغي أن أعلم شيئا، هو أن أحيانا عندما يلقي الأستاذ الدرس خلال المرة الأولى التلميذ أحيانا قد لا يركز كثيرا على بعض الجزئيات، أو قد لا يركز كثيرا على ربما على الدرس بأكمله، فعندما نحن نسجل الدرس كما ينجز داخل الفصل ونبثه بموقع edoros.com فإن التلميذ بإمكانه أن يعيد الدرس أو خلال عودته إلى منزله، قد يكون التلميذ مرهق داخل الفصل بالفعل، ولكن عندما يعود إلى منزله وعندما يعود إلى بيته وعندما يقوم بإشعال الجهاز الحاسوب ويراجع الدرس فإنه يمكن آنذاك أن يركز كثيرا على 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 الدرس، ويمكن يعني أن يستوعب الدرس بسهولة. لماذا؟ لأن الدرس يتضمن كل الجزئيات التي قام الأستاذ بشرحها وبتحليلها. ثم هناك جانب آخر،
بعض التلاميذ الذين قد لا يحضرون ذلك الدرس إما لرخصة مرضية أو ما شابه ذلك. فمن الصعب الأستاذ يعيد الدرس لبعض التلاميذ الذين تغيبوا. الآن صار بالنسبة لهؤلاء التلاميذ يعني أن يراجعوا تلك الدروس، وبالتالي أن فرصة يعني إضاعة هذه الدروس يعني صارت الآن غير موجودة بالفعل. وحتى أن مراجعة الدروس عدة مرات أكيد أنها تترسخ في أذهان التلاميذ. تماما إحنا دول لأن هذا يعني تربويا، وحتى من ناحية نعم. العلم النفسي التربوي يرى بأن التلاميذ نعم. لما تكرر إلا واستوعبه التلميذ أكثر. نعم سي حسين، المبادرة مقتصرة فقط على تلاميذ سنة البكالوريا، هل هناك تفكير في تعميم المبادرة على مستويات أخرى، وأيضا بالتالي يعني تقديم هذه الخدمة لعموم التلاميذ وأيضا ربما علاش لا مستقبلا في انفتاح أكثر على الجامعة؟ نعم هذا هو برنامجنا وهذا هو مشروعنا، لأن بالنسبة للمشروع الذي نحن بصدده مشروع دروس كوانتوم، يعني أن هذا المشروع يهدف بالأساس إلى تعميم هذه التجربة على جميع مستويات التعليم. المرحلة الأولى بطبيعة الحال في مشروع دروس كوانتوم هي أن نبدأ بتسجيل الدروس المتعلقة بامتحانات البكالوريا الوطنية سواء على المستوى لجميع الشعب العلمية الشعب التقنية الشعب الأدبية. المرحلة الثانية سننتقل إلى تسجيل جميع الدروس المتعلقة بامتحانات البكالوريا الجهوية، ثم بعد ذلك سننتقل خلال المرحلة الثالثة إلى تسجيل جميع الدروس المتعلقة بامتحانات السنة التاسعة إعدادي، ثم ننتقل بعد ذلك إلى تسجيل الدروس المتعلقة بامتحان الشهادة الابتدائية. يعني هذه المرحلة الأولى في المشروع الذي نحن بصدد إنجازه، مشروع دروس باكوم. ثم بعد ذلك سنقوم بتسجيل الدروس يعني من السنة الأولى ابتدائي السنة الجامعية. فهناك أساتذة جامعيين لديهم مقترحات وناقشنا معهم كيف يمكن تسجيل محاضرات، كيف يمكن تسجيل محاضرات وبصها بهذه الطريقة بالموقع. إذا نحن ما نطمح إليه هو أن نجعل من موقع udors.com موقع أكاديمي، وبالتالي موقع يقدم خدمات عمومية خصوص لأبنائنا وتلاميذتنا. من جهة ومن جهة أخرى هدفنا الأساسي هو أن نستقطب الشباب ونستقطب أبنائنا ونستقطب تلاميذنا إلى أن يستفيدوا من الشبكة العنكبوتية ولا ينجحوا إلى مواقع أخرى غير. نعم وهذه المبادرة هي تعتبر صدقة جارية سي حسين. طبعا هذا هو الشعار الذي اتخذناه الذي يدخل موقع udors.com سيجد لا شك الشعار: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، صدقة جارية أو علم ينتفع به أو صالح لدعرة. وبالمناسبة أنا شخصيا أشكر كل الأساتذة الذين تطوعوا وجعلوا من هذه الدروس صدقة جارية. لماذا؟ لأن سيستفيد من هذه التلاميذ على مستوى الجهة الشرقية، وإنما التلاميذ على المستوى الوطني. أن هناك الآن عروض من أساتذة بجهات أخرى من المملكة ليس الشرقية، من القنيطرة مثلا، هناك اتصالات بأساتذة من القنيطرة من دار البيضاء من مراكش يتساءلون كيف يمكنهم أن يشاركوا ويساهموا بدروسهم في هذا الموقع. كل التوفيق لك سي قدوري حسين ولكل رجال التعليم، تحية خاصة لهم. ونذكر بموقع الإلكتروني اللي هو www.udoros.com، يعني udoros راهم أتاشي هكا باش الناس ما يغلطوش، او بين edoros.com edoros.com. تلامذ الاباء والاولياء ايضا يدخلوا يشوفوا هذا الموقع الالكتروني، اكيد انهم غادي يلقاو فيه ما يفيد. سي حسين خليك كلمه اخيره تقولها لنا. ما يمكن ان اقوله هو انني اشكر كل الذين ساهموا وكل الذين تطوعوا لاخراج هذا الموقع الوجود، اساتذه اولا لأن بطبيعة الحال كل الأساتذة الذين تطوعوا أساتذة أكفاء جهة، ومن جهة أخرى أشكر السيد مدير الأكاديمية الذي لقينا منه دعما كبيرا والذي رحب منذ البداية بالفكرة، والسيد النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية الذي هو أيضا عقد معنا شراكة بخصوص هذا بخصوص يعني تخدم التلميذ هذه المبادرة. ومن جهة أخرى نشكر إذاعة وجدة الجهوية بتشجيعها من جهة وباهتمامها بكل مشروع هادف وبكل مشروع يمكن له أن يخدم
الوطن ويخدم أبناء الوطن ويخدم شباب الوطن. شكرا لك سقدري حسين، شكرا جزيلا وأتمنى لك كل التوفيق. صحيتنا لكم سنة فضل. وصلنا الختام حلقتنا صباح الخير، من وجهك الإرسال يتواصل بحول الله إلى غاية الثانية زوالا لحظات في لقاء مباشر تتلقونها مع فاطمة الصين مجلة الأسرة. أنا أعود ألقاكم في لقاءين مبشرين، الأول في 11:10 من كل الرياضات وفي منتصف اليوم والدقيقة 10 مع الشباب، في 1 الأخبار، بعد ذلك جدد حياتك في حلقة المعادة مع أحمد الصايم. شكرا لك زهير بوشناق، لكم من أجمل التحية طبعا الحمد لله، وشكرا العزيز السياحية بالخو، في أمان الله.